مرحبا، المايك هيضل معك صح؟ مرحبا، مساء الخير، يعطيكم العافية. جلسة اليوم وجاهية هون بمكتبة الأرشيف بعمان، وبرضو معانا الأعزاء من تطبيق زوم. أهلا وسهلا فيكم إن كنتوا مع زوم معانا أو وجاهيا بمكتبة الأرشيف. أول شيء مساء الخير عليكم، أنا إلي فترة ما يسرت، وبصراحة كنت بحاجة لرواية ترجعني للبوك كلوب. صراحة الاختيار كان موفق من وجهة نظري. رواية الحفيدة الأمريكية رواية بصراحة جميلة وقوية وقصيرة وبتحمل معنى جدا عميق. الحفيدة الأمريكية هي للروائية العراقية إنعام كجاجي. إنعام كجاجي هي روائية عراقية غالبا بالمهجر، تحديدا بفرنسا، عايشة بفرنسا. في عندها روايات تانية غير الحفيدة الأمريكية اللي هي النبيذة، طشاري، وسواقي القلوب. بالنسبة لرواية الحفيدة الأمريكية، هي رواية صدرت بعام 2008 عن دار الجديد، ودخلت القائمة النهائية القصيرة للجائزة العالمية للبوكر لعام 2009، جائزة البوكر العربية. تروي الكاتبة العراقية حكاية العراق بعد الاحتلال الأمريكي ومآلاته على الوجود العراقي برمته من خلال شخصية البطلة زينة، وهي فتاة عراقية الأصل أمريكية الجنسية عائدة إلى وطنها، مترجمة ضمن الجيش الأمريكي. هلأ المكان اللي بتدور فيه أحداث الرواية في الغالب هي في العراق، بغداد، تكريت، المنطقة الخضراء والموصل، وأكيد في بداية الرواية كنا في أمريكا، وفي بعض لقطات الرواية حتكون برضو في عمان في الأردن. الشخصيات الرئيسية هي عنا بطلة الرواية اللي هي زينة، زي ما حكينا هي فتاة عراقية متأمركة أو أمريكية من أصل عراقي. هلأ حنشوف النقاش إيش أنتوا بتعتبروا أولاً من هي زينة أصلاً. في عنا شخصيات أخرى كمان رح نتحدث منها من خلال النقاش. مين بحب يبلش؟ إيش أول إشي رأيكم بالرواية؟ مين بحب؟ ما قرأتها؟ تفضلي. عم بيقولوا لنا الصوت من الحضور غير واضح، معلش تعالي عشان يسمعوا معانا زوم. هي هلا الرواية تتحدث عن هاي القضية، ويمكن النقطة المهمة اللي فيها اللي هي انتمائها. يعني كان الحكي بيحكي عن انتماء، ان هي مثلا اولا هي بلشت حياتها وطالعت، اول حياتها كانت في العراق عمر 10 سنين، هو عصر الطفولة. هو فعلا يعني اول ما الواحد بيبلش مثلا طفولته بيتأسس او بيتربى على شغلة انه ممكن انه يعني لما يكبر يضلها فيه، ويعني ما تفتح بتضلها لحياته القادمة. هلا هي بس تركت العراق وراحت على امريكا، وبرضه هلا حياتها يعني حياتها كلها تقريبا هلا بلشت بعد 10 سنين في امريكا. يعني مش طبيعي مثلا انها تكون او يكون عندها برضه احساس الانتماء لامريكا. وهي طول ما هي في امريكا هي يعني ما لحقت ال 10 سنين هاي هتكون انتماء كامل للعراق. هي بلشت حياتها مثلا مراهقتها، اشياء يعني مستقبلها، تعليمها، حياتها كلها بلشت في امريكا. فهذا الشيء خلاها برضه انها تحس انها برضه منتميه لامريكا، وخصوصا انه لما يعني الشيء الاجاد هو يعني بيرسخ النفس اكثر من الاكل. فهي لما راحت يعني رجعت على العراق كمترجمه، كانها تشتغل في العراق، وكانت هناك جدتها وكان اصلها واصل حياتها ويعني قبل من قبل. فهلا صار عندها زي انه هي صارت في حيره او في صدمه ما بين رجوعها للعراق، لا سيما انه كانت مثلا جدتها موجوده في العراق وقعدت او تحكي لها عن العراق، عن طبائعهم، عن عاداتهم، عن مبادئهم، عن كل شيء كانت غير ايضا غير. خلينا هلا بالبدايه رح نيجي هلا اكيد على المحور لما هي اجت العراق. خلينا قبل انه هي ليش راحت اصلا؟ ليش راحت على شو فرصه العمل اللي اجتها، وليش راحت اصلا على العراق؟ يعني هي تركت بغداد من هي صغيره،
نحكي السبب ليش تركت بغداد اصلا. انا عشان كنت اجيك شو الحكي انه هي تركت بغداد اصلا لمشكله. هي ما تركته انه لانه بدها تترك او بدها تهاجر. هي تركت العراق مش كمشكله، مشكله عامه كمان انه في من الناس كثير يعني اوضاع سياسيه والحروب اجبرتهم مثلا انهم يهاجروا او يشوفوا الامان في بلد ثاني. لكن هي شخصيا كان عندها مشكله شخصيه اللي هو ابوها، اللي هو ابوها كان مذيع، والدها كان مذيع، كان مذيع وحكى كلمه يعني كلمه بسيطه يعني من شفت نظره انا كثير قليل انه حكى انه نشرت اخبار كانت طويله من بعد انهم مسكوه وبهدلوه وتعرض الى التعذيب، تعرض للتعذيب. فهذا اللي خلاها انها شو اسمه امها انها تاخذ زوجها وتهرب يعني مع عائلتها وتكون عائله او تكون حياه هناك بامريكا رغم انها متغلبه يعني. يعني هم اصلا تركوا العراق بسبب مشكله. فهل تتوقعوا زينه اصلا بهيك؟ يعني هذا بدي اطرح السؤال للجميع، هل تتوقعوا زينه اصلا اللي هي راحت على امريكا طفله وتركت العراق بسبب تعرض ابوها للتعذيب، هل زينه بالاساس حيكون عندها انتماء للعراق وتربت وكملت حياتها في امريكا مع هيك ظروف مع هيك مناخ مع هيك هيستوري؟ بالعكس بالضبط. اه كملي. عشان هيك انا بحس انها قصة كانت قصة واقعية انها هي كان فيه يعني انتمائين، يعني ما بتقدر ما يعني انه إلها بيتان زي ما قالت الكاتبة انه في قالت كلب له بيتان، بس هي فعلا كلب له بيتان. اه انه إلها بيتان صعب جدا انك تيجي تختاري ايهما بدك تنتمي. يعني هو اصلك زي ما والدك مثلا علمت في العراق والثاني علمها الشعر والثاني لها يعني مثقفة كمان كانت. يعني هذا أصلاً سبب من اختيارها كمترجمة إنه هي أصلاً لغتها قوية، وكان رغم إنها عاشت في أمريكا بخلاف معظم الناس اللي بنشأوا بأمريكا بينسوا لغتهم الأم، بس زينة لأنه أبوها كان مذيع ومحب للغة العربية زرع فيها حب اللغة العربية. حتى بقول كان من أحداث الرواية إنه كانت هي وأبوها يتبارزوا بأبيات الشعر، كيف إحنا لعبة الأغاني كيف ينتهي حرف مثلاً ببيت شعر معين، هي تبدأ أبوها أو هي يبدأوا بشعر ثاني. فهي أصلاً لغتها العربية كانت قوية، وهي سبب من أسباب نجاحها بامتحان قبولها كمترجمة. برضه كان هذا سبب كثير أنها مش إنسانة عادية عايشة في العراق وراح تهاجر، لا كان عندها ثقافة وكان عندها يعني كأبوها شاعر كان عندها وطنية، كان الحس الوطني كان عندها قبل ما تهاجر. فهذا برضه كان سبب في إنها محتارة يعني كل من البلد اللي احتضنها مثلا تربت فيه وتعلمت فيه شكرا نعمة. مين بحب كمان ناخذ من زوم ولا ناخذ من زوم؟ آدم تفضل. مرحبا على الجميع. مرحبا. عم بتشوفوا آدم؟ كيف ممكن نكبره لحظة؟ أوكي واضح هيك؟ آدم أنت معانا، كل الحضور هون شايفينك. مرحبا على الحضور وشكرا لهالاختيار لهاي الرواية اللي هي رواية كلش معاصرة وتطرح سؤال مو فقط العراقيين، قضية مو فقط العراقيين المهاجرين يفكرون بها، وإنما كثير من الطبقات يعني العرب اللي هاجروا كذلك نفس السؤال يطرحوه. أنا بس أعلق على النقطة التي تفضلتي بها أسيل، تسألتي يا ترى من هاجر من العراق وأهله تعرضوا إلى ظلم في العراق هل عنده انتماء للعراق؟ أنا أجاوب لك بالتأكيد نعم. لما؟ لأنه أكو فرق من أنه في ظل ديكتاتوريات في أي مكان بالعالم الإنسان يتعرض إلى ظلم، أنه الإنسان يحمله إلى شعب بأكمله أو إلى حضارة بأكملها. ولكن اللي لاحظته لو أطرق في النقطة، توجد كلمة ما بين النهرين، لاحظت كثير الجيل الثاني أو الثالث من المهاجرين يحاول يرمز إلى فد منطقة أو فد تعريف يسبق الوضع الحالي للوطن اللي هو أجا منه. فهاي فقط النقطة اللي لاحظتها جميلة، إنه كثير لما الجالية تلتقي تحكي عن حضارة ما بين النهرين على شيء أقدم من نظام أو دولة شكلت بشكل حديث. فهذا هو جواب سريع على سؤالك وشكرا لك. عفوا، في حدا بيحب يعقب كمان على هاي النقطة؟ تفضل. شو اسم حضرتك؟ سميح. بدي أمدحك
بس هي الرواية إذا بتغوصي فيها من ناحية سياسية أول شيء بين الأسطر بتقرأي شغلات كثيرة بتحكي عن تاريخ العراق، والمحور بالنسبة لي كان اللي هي رحمة جدتها لما جدتها تحطم البدلة العسكرية. حنيجي هلا احنا شكرا رح نيجي هلا على هاي اللي يعني انا بقول اللي بده يفهم القصه ما دام الاسلوب انه شوي شوي بدنا نيجي احنا على الاحداث. نعم اللي بده يفهم القصه بده يحفظ اسماء الشخصيات، لانه كل شخصيه مهيمن، حيدر، الراهبه في الكنيسه، رحمه، زينه، بتول، اخوها يزن اللي صار يازجن اسمه، فاللي بتتبع المحاور كلياتها هم سبع ثمان شخصيات بفهم القصة أكثر وبغوص في الشعب العراقي وفي اللي صار مع الشعب العراقي. هي يمكن العنوان حفيدة أمريكية، بس أنت لما بتعملي أنالايز فيها وتحلليها هي بتحكي عن تاريخ العراق، الشيوع اللي صار فيه، اللي أبوه المذيع اللي كان أستاذ لغة عربية وبعدين راح على أريزونا وصار يشتغل مش عارف إيش، وبعدين أخوها اللي مدمن مخدرات، وبعدين شو اسمه صاحبها بالكم كالفن، كالفن اللي أغلب الوقت يعني بتجيبه هيك شطحات إنه دائما حامل علبة بيض بالمناسبة. فاللي بده يفهم القصة بده يعنون الشخصيات ويعطي لكل شخصية دورها السياسي والتاريخي والديني والإثمي يعني بتلاحظي أنت كيف محيضر شيعية اللي هي طاووس، طاووس شيعية، بتول كلدانية، أبوها آشوري، آشوري الأمريكي، اليهود، في واحد يهودي بالقصة بين الأسطر بيجي اللي هو الجندي فما في العراقي البريطاني اللي من أكسفورد. لا لا في واحد يهودي لأنه عادت له لما تهز على الأكل على الطريقة هي ردت عليه بصوت عالي كمان. فهي يعني لو بدك تيجي يعني لكل التفاصيل، كل التفاصيل إذا تدفع من في العراق يعني أنا مثل أنا عشت العراق يعني كل سطر بالنسبة لها اللي بعدني شغل يعني عشت العراق يعني كل أقرأ جملة وعشت تاريخ العراق وعشت الأمور الفضائية كيف توصف القصور بتكون رحمة بتبيع يعني تخيلي انت وحده محتفظه في اسواره ذهب على صوت العره بتبيعها تعمل عمليه للشيعيه ام حيضر وفي نفس الوقت لما توصف لي خصوص صدام وحيضر صدام والخامده يعني هي بتاخذك من اقصى اليمين لاقصى الشمال بتفهمك شو اللي صار بالعراق هي بالضبط. حتى وصفت رحله لما راحوا يعني وصفت بصراحة وصف دقيق لما ركبوا هاي الطيارة العسكرية وكيف الطائرة اجت وعطتهم بالوقود ووصلوا يعني بصراحة الكاتبة برأيي أنا نجحت بوصف المكان. هي المعجزة في الرواية، المعجزة في الرواية إنه أنت كيف بتدخلي بسلاسة. يعني هي مش عارف هي يمكن 22 فقرة أو 18 جزء بهاي الحدود ما بتحسي إنه بتدخلي بين أجزاء، أنت كأنك قدام موفي عم تتفرج عليه سلس وما بتحسي بالفرق والوقت مو بتفرق صح كان في عندها سلاسة وما في قفزات يعني كان فعلا بتدخلي بكل سلاسة كأنك في فيلم سينما يعني فيلم اكشن بتروح من هون لهون بدون ملل بدون هاي طبعا نقطة تحسب للكاتبة طبعا انا من الاول مرة اقرأها انه يعني انا من 20 سنة ما قرأت الكتاب بس لفت نظري لا شكرا شكرا لك لحضورك سلمى رائدة احكي شغلة انه العام كجرجة مبدئيا هي ترشحت السنة للدورة الجاي لجائزة نوبل فكمان هذا يعني إذا بدنا نيجي نستعرض رواياتها، أنا قرأت لها ثلاث روايات من الحفيدة الأمريكية، الطشاري والنبيلة. ثلاثة أروع من بعض. إذا بدنا نيجي نشوفهم مثلا على المستوى الأدبي، قرأت حتى كثير ريفيوز على كل رواياتها، لأنه كثير ناس بيجوا بيحكوا لك في هال خلينا نحكي، بس بالنهاية هي عم تطلع معاصرة مواضيع على حتى الطريقة اللغة كمان بتحسسك بالقرب يعني انت بالنهاية ايش الاهم؟ هل ان اهم انك تحكي بلغة شعرية وتكون موجهة لفئة قليلة من الناس ولا انك تحكي بلغة بسيطة يمكن سلسة وبالعكس تكون قريبة على القلب وبالاخر توصل الفكرة
مهما كانت هاي الفكرة بسيطة، مع إنه طبعاً كل الأفكار اللي عم تطرحها مش يعني السهل. العكس فكرة قوية، يعني عنوان الرواية أصلاً الحفيدة الأمريكية بالضبط. ولم بالضبط. وطبعاً فكرة جدا قوية، كانت أظن بالقائمة القصيرة لجائزة البوكر 2009. هي صدرت 2008. هي رواية أو حتى يمكن يعني أنا مش خبيرة لغوية، بس أنا عم بحكي لك من الريفيوز إنه حتى في ناس بقول لك اللغة ركيكة. وهلا ممكن أظن فعلا في بعض المقاطع يمكن نحس إنه اللغة ركيكة. في بعض المفردات اللي استغربتها أنا أثناء الرواية العامية. في بعض المفردات العراقية برضو، بعض المفردات العراقية هلا كوني أنا لست عراقية ما في كتير فهمتها، بس ممكن العراقيين فهموها أكثر، يعني في بعض المفردات العامية. بس أنا بحس إنه استعمال بس كان مفهوم طبعاً وصلتني. في أول رواية ما بيضعف، لأنه بيقرب الناس إنهم فعلاً يحسوا حالهم جزء من هاي الرواية، مش عم يحسوا حالهم عم تقرأوا شيء من القرآن الخارجي يعني. وبس ناخذ رائدة. رح ناخذ رائدة من زوم. بعدين عفيف. رائدة تفضلي. مساء الخير. بعدين عفيف بعد رائدة. مساء الخير. مساء النور. شكرا على هذا اللقاء. أنا شوي رح أختلف معاكم بنظرتي للرواية. الرواية اللي بتحكي كل شيء أنا بالنسبة إلي لم تحكي شيء أو لم تقل شيئا. هون بدنا شوي نسأل إيش هي رأيي الرواية؟ غريب صراحة. إيش السبب؟ هلأ الروايات النوفل القصيرة هي الأصل إنها مكثفة، بدها تركز على قضية واحدة وتعالجها. اللي صار في هاي الرواية بالنسبة إلي مع أهمية الأفكار وجماليتها وكل فكرة هي بحد ذاتها يعني مشروع رواية قادم، اللي صار عملية زي الشريط السينمائي عم تنتقل قفزات. لكن هون السؤال، هل هذا المشهد عالجته بما يستحق أدبياً؟ أنا ما بحكي إنها تغرق بالوصف، ما بحكي إنها يعني يصير في حشو، لكن اللي بده يكتب رواية بعدد صفحات أقل من 200 صفحة بده يركز الأحداث جداً، يكثفها حتى أستطيع أنا كقارئة يعلق ببالي مشهد. أنا مش عراقية وعشت وشفت هاي الفترات اللي عم تحكي عنها، كون إحنا بالأردن يعني اتعايشنا مع عراقيين والعراق قريبة جداً منا، لكن تفاعلي معها كقارئة أو كمتلقية أدبية للنص، أنا ما بحكي عن مستوى الأفكار، يعني من ناحية بدنا نفلسفها مثلاً هل هي نجحت، هل هي أمريكية أو مش أمريكية، أنا بحكي عن مستوى أدبي. كان في عملية تنقل سريع جداً بحيث إنه يعني كان في سلق لبعض الأحداث على السريع، ما في إعطاء للحدث يعني حقه. بعدين على مستوى الشخصيات شوي أنا حسيتها نمطتها، يعني مثلا أنا عندي جدة، الجدة موجودة بالعراق، الجد معروف عنه الشعور العارم بالانتماء للأرض والتمسك فيه كونه ما هاجر. لما حكت عن المصرية واللبنانية كان في بداية الرواية عملية يعني نمذجة ممكن نقرأها بكل مكان، اللبنانية اللي بتحب الأزياء، المصرية اللي كذا كذا، يعني مثل ما خفيف مثلا أو أنه ما حملوا أصلا سحبوا فيما بعد. فهذا مأخذي على الرواية اللي البعض ممكن يحكي أنه هو نقطة قوة، هو يعني السؤال هل مطلوب من الروائي أن يحيط بكل القضايا عندما يطرح رواية؟ هذا السؤال. سعيتها طب شو هي الرواية؟ سعيتها مش بدها تتناول حدث معين في مكان معين في زمان معين ضمن شخصيات معينة من منظور معين. بعدين في نقطة التنقل الزماني والتنقل المكاني كان في الأحداث، أنا معها، يعني هاي النقطة شوي كانت قوة للرواية إنه البنت متشتتة في هويتها، توافق في ذلك تشتت الزمان والمكان، يعني هاي نقطة أنا بعتبر إنه الروائية أو الكاتبة نجحت فيها، يعني فكرة الهوية المتشضية صاحبها تشضي في ترتيب أحداث الرواية سواء زمانياً أو مكانياً، زي ما انتقدت مثلاً الجانب السلبي من حق أحكي يعني أو نعطي الرواية حقها، بإنه هاي نقطة بالنسبة لي كانت نقطة قوة لما يعني مشيت بالرواية وشفتها، وشكراً ويعطيكم ألف عافية.
يعافيكي. ما بقى في حدا بيحب يرد على رائدة؟ خدنا ناخذ عفيف. تفضل عفيف. لا كان راشد. تحياتي لكم جميعا. ما بعرف اذا الصوت واضح. لا انا سامعتك، انتم سامعينه؟ ما فكرش. طب خلص اتفضل. تفضل تفضل. الله يخليك. بلش من محل ما انتهت زميلي اللي عم تقول انه الرواية يعني وكأنه يعني تقرب معلش تقرب على المايك في هالتواصل او هالحكي. انا اللي بدي اقول انه هالرواية هي بتحمل عدة رسائل مشفرة، وعلى القارئ انه هو يستنبط هالرسائل هي يتوسع فيها. الرواية باعتبارها رواية شيقة وممتعة، انكتبت بأسلوب سلس بعيد عن التعقيد، وأيضا عن مشاهد التكرار اللي بنشوفها أمراض ببعض الروايات بس ليكبروا عدد الصفحات أو الحشو. بنشوف إنه ملاحظ إنه كل صفحة من هالصفحات هي ضرورية وبتأدي المعنى وترتبط بما سبق أو بما سيلي صفحات. رواية برأيي بتعالج من بين الأمور اللي بتعالج أزمة الهوية والانتماء، خاصة عند الذين اكتسبوا. معلش تعلي الصوت من عندك لأنه أنا حتى عم بسمعك كتير صوتك واطي، بصير تقرب على المايك. يلا. الرواية برأيي بتعالج من الأمور اللي بتعالجها أزمة الهوية والانتماء، خاصة صحيح. عند اللي خاصة عند الذين اكتسبوا جنسية أخرى غير جنسية وطنهم. وزينة بطلة الرواية هي من هذا النوع اللي جعلها دائما تعيش حالة صراع داخلي بين عراقيتها وأمريكيتها. بتقول عندما جاءت كمترجمة للاحتلال إلى العراق، بتقول سأكون ابنتهم وعدوتهم في آن. سأكون ابنتهم وعدوتهم في آن واحد. أنا عم بحاول بس أنتم مش عم تسمعوا عفيف شو عم بحكي. عفيف عم بقول إنه الرواية تتمحور حول الهوية والانتماء، هل هي أمريكية أم هي عراقية، وهذه المشكلة تواجه أي شخص بيخترب وبيبتعد عن وطنه الأم اللي هو مولد فيه. صحيح. فسأكون ابنتهم وعدوتهم في آن، ويكونوا في الوقت نفسه أهلي وخصومي، يعني هالمفارقة. من ناحية تانية منلاحظ أنه زينة بدأت توصلنا، أو الكاتبة يعني بدأت توصل عن زينة، أنها كانت توعى بالهدف من وراء الدخول الأمريكي على العراق. صورت زينة أنه أهل العراق مساكين لن يصدقوا أعينهم حين تتفتح على الحرية، حتى الشيخ حتى الشيخ العجوز منهم سيعود ولدا صغيرا وهو يرشف حليب الديمقراطية. ولكن للأسف فوجئت بأن الأمور على عكس ما تصورت، وأن الاحتلال بيبقى احتلال محاول تجميل صورته وادعاء نبل أهدافه. أيضا لأجل إبراز صورة الصراع الداخلي اللي عاشته زينة، ابتدعت شخصية المؤلفة. المؤلفة هي بالحقيقة بتعبر عن ضمير زينة اللي من وقت لوقت بينقز عليها وبيحاول ينبهها ويعمل تأنيب لإلها ويوبخها، لدرجة إنه صار التوبيخ أصلاً ظهر من خلال أحداث الرواية، من خلال شخصية الجدة رحمة. الجدة رحمة كيف كانت نظرتها لزينة؟ كانت نظرتها إنها من الغزاة، وإنها نسيت أصلها ونسيت بدلة جدها العسكري. حتى في مقطع بالرواية أنا هلأ رح أحكي لكم عنه. حتى المؤلف حاولت أن تكتب الرواية بأسلوب تاني. فبتقول زينة أزعجتني هذه المؤلفة كونها تدور وتناور وتفتعل المواقف لكي تكتب رواية وطنية. تريد أن تغتالني لكي تنال إعلاقات الحمقى وسيد تلفزيونات ووطنيي زمن العثمانية في انتقاد للشعارات
الفارغة اللي عشناها كلياتنا يمكن بفترة من الفترات. هواية كمان بتشوف تظهر الصراع والاختلاف بين جيلين، جيل الآباء والأجداد متمثل مثلا بالجد رحمة، وجيل الأبناء اللي بتمثله زينة. بنلاحظ انه حتى جيل يعني رحمة اللي هي متمسكة بلدها وبترفض بترفض انه بنتها تصير أمريكية، حتى إما بتول بالرغم من وجودها بأمريكا بنلاحظ انه هي وعم تاخذ الجنسية ما هتفت لأمريكا، كانت عم يا بابا سامحني، يعني كانت حاسة بعقدة الذنب هي وعم تاخذ الجنسية الأمريكية وموجودة بأمريكا. وحتى بيها أو العراقيين الموجودين هناك كانوا يتسلوا بالأغاني اللي فيها حنين وشجن إلى العراق وإلى وطني وإن جار علي، بهالمعنى هذا منلاحظ أنه كان يعني في عندهم تجذر وتمسك بالوطن وما بيرغبوا بمغادرته. أما زينة كان عندها رأي آخر، بتشوف أنه الهجرة هي عامل استقرار في هذا العصر، ولا تؤمن بالانتماء أنه ملازمة مسقط الرأس. هون مهيمن على عكسه تماماً، لأنه مهيمن مأدلج وصار عنده فكر يجي بعدين. شكراً عفيف. هلأ إحنا بالنسبة لمهيمن والصراع اللي صار ما بين زينة ومهيمن هلأ يعني لقدام شوي راح نناقشه. شكراً كتير عفيف. في معنا الدكتور موسى، يعافيك. أنا بعتذر جداً إن أنا ما طلعت على الرواية، رياتكم قرأت. بس بالنسبة لي أنا عشت 23 سنة أو 25 سنة في أمريكا، ما عنديش مشكلة لا بالانتماء ولا بالهوية. أنا أعتز بأني أردني وأعتز بأني أمريكي بالاثنين. المشكلة بالنسبة لي لا هي مشكلة انتماء ولا مشكلة هوية، ولكن أنا أستطيع أني أنفي إنه سنوات عمري اللي قضيتها في أمريكا هي كانت بالأساس في تشكيل شخصيتي وفكري وعلمي وتجاربي، وهي جزء لا يتجزأ مني كإنسان. هلا كيف أنا أتوافق مع هذا الفكر، كيف أنا أحترمه وكيف أنا لا أحترمه، تعلمت كل هذا في سنوات عمري في أمريكا. المشكلة بالنسبة لي وأنا أخالف بعض الآراء ليس متعلقة بالانتماء، أنا أعرف جذوري أنها أردنية وأعتز، وأنا في أمريكا أعتز بهذا الشيء، ولكن أيضا في عمان والآن في هذه القاعة أعتز جدا بإني أمريكي، لأنه كانت شيء مهم جدا سواء في حياة العملية في حصولي على العلم أو في حياة العملية لما اشتغل وعشت وأسس وتعارفت، وذكرياتي الأساسية تكون. كيف أنا أنفي الذكريات اللي شكلتها في أمريكا؟ كيف أنفي اللحظات السعيدة اللي عشتها هناك؟ وتعاملي أيضا بوجودي في الاختلاف، أنا عندما أكون في عمان أشعر بأني أمريكي، وعندما أكون في أمريكا أشعر بأني أردني، وما فيش تعارض بين الهويتين مطلقا. عفوا تفضل. أنا معتز أبو يوسف، أهلا وسهلا فيك. الحقيقة عندي حكي كثير فأعطيني المجال. ثلاث دقائق تفضل. الحقيقة أنا بنظري عام تججي نجحت نجاح كبير بأكثر من شغلة في هذه الرواية. أولاً بتجسيد الشخصيات وعمق الشخصيات، حللت العام حللت كل الشخصيات بطريقة كثير ناجحة، الجدة، مهيمن، يزن، كالفن، كل هدول دخلت بتفاصيل قد تكون مملة للبعض، إنما هي جسدت لنا الشخصية بكل أبعادها، أبعادها حتى الأيديولوجية، وبالتالي إحنا قدرنا نتخيل صلة هدول الأفراد مع بعض. الأشياء اللي نجحت في تجسيدها كمان إنها كانت موضوعية لحد كبير، بأنه لما وصفت نفسها كانت متأدبة جداً مع الأحداث، مع نفسها ومع الأحداث ومع الشخصيات ومع البلدان ومع الكل. لست كاتبة حيادية، أو يعني هي مش بس حيادية، لم تنحاز لأي طرف خلال الطرح، وموضوعية صحيح ومتأدبة إلى حد كبير، حتى في وصفها لنفسها لما هي فصلت نفسها ما بين الكاتبة وزينة
لما وصفت نفسها بانها الكاتبه كانت تتكلم عن زينه ولا بكت تتقمص زينه كانت تتكلم عن الكاتبه وكلا الكلامين كان باحترام وادب باعتراف بالاخر باعتراف زينه اعترفت بالكاتبه والكاتبه اعترفت بزينه زينه اعترفت بالامريكيه والامريكيه اعترفت بالعراقيه هلا كمان لما قدره الكاتبه بصراحه بالفصل وانا هذا كنت حاطاه محور انه هي فعلا لو بنلاحظ هي ما حكت حل وما انحازت انا يعني خلال شعور خلال وانا بقرا ما حسيتها انحازت لاي طرف يعني طرحت وجهه النظر الامريكيه بالروايه وطرحت وجهه نظر العراقيين تجاه الامريكان يعني وجهتين النظر كانوا موجودين بالروايه ولم تنحاز لاي جهه وهي على فكره صعوبه للكاتب الصعوبه هذه مهاره الكاتبه انعام ظلت على مسافه واحده من كل الاشياء صحيح من الشخصيات ومن البلدان وبالتالي رؤية المشهد البانورامي هذا من مكان ما كانت موجودة فيه الكاتبة الكاتبة شافت زينة وشافت الكاتبة وهي موجودة في محل آخر شافت الجدة وهي موجودة في مكان ما حكمت على الجدة ولا حكمت على جدها ولا حكمت على أبوها ولا لم تحكم على أحد بأي حكم سلبي يمس تصرفاته إنما طلعت بجرح الحقيقة الجرح هذا واضح تماماً أكيد واضح بنهاية الرواية بس طلعت بجرح لما طلعت من العراق طلعت بجرح ولما رجعت للعراق وجدت جرح آخر وتقتيل وموت بلا سبب و هون يعني هذه المأساة اللي كل المحيط العربي يعيشها كل المحيط العربي وبالتالي قصة الهجرة والانتماء يعني الانتماء موجود قد يكون موجود إنما للكل انتماءها موجود بالتساوي للكل حتى لجدتها اللي كانت بدأت تأدبها وتعيد تأديبها حتى لمهيمن اللي حبته وكان رأيه مخالف لها وكان طبعا رفض كل يعني كل تصرفاتها إلى آخره فكثير لفت نظري قصة الموضوعية المفرطة وتأدبها مع نفسها ومع الكل وحتى راح أضيف نقطة أخرى إنه هي حتى في أحداث سياسية لم تتطرق لها خلال ما بدي أذكرها اللي هي تتعلق بأكيد بنظام الحكم لم تحكم وفي حتى أحداث كان ممكن تقحمها بالرواية اللي هي أبنائه وبدون شرح أكثر لم تتطرق لأي حدث يعني كان تركيزها أكثر منصب على وصف الموقف الأمريكي ووصف الموقف العراقي وصف موقف الجدة ووصف موقف زينة ووصف وجهة نظر مهيمن فكانت فعلاً ونجحت في ذلك وعلى قولتها كانت على مسافة متساوية من الجميع شكراً أبو يوسف أدانة النظام نعم طريقة رائعة ما أنا ما حسيت يعني أدانته بشكل من بعيد وفي أحداث كان ممكن تتطرق إلها لم تذكرها لما تكسر أسنان المدير لما تناولوا مهيمن أنا ما من الشارع يعني هي ما بتقول لك إنه بس برضو وصفت الأمريكان وحكت إنه الأمريكان قتلوا لما صار مهيمن يقولها أنا رفاقي عم بنقتله وهي ردت عليه قالت له أنا كمان رفاقي الأمريكان وصارت عدد أسمائهم بتقول أنا في ناس كنت أفطر معهم وأتقاسم معهم وجبة غداء بعدين ينقتلوا فأنا حسيتها في موقف ما كانت محايدة 6 ملايين دولار اللي أقوم فيها سالفة هي بتاخذك من محل لمحل زي ما قال ابو يوسف هي ما بتحكم هي بتدفعك انه انت تحكم ما بعرف انا ما انا حسيت بكره كثير للنظام تذكرت كل مآسيه هذا المقر اخذوه من الشارع وعذبوه وكسروا له اسنانه لا هي مش بس احنا ما بدنا نتطرق للسياسه بس هي احداث يعني معروفه يعني ما بدنا نتطرق لاي جهه فأنا شخصياً تفضلي يعطيكم العافية أتعرف عليكي بس أنا عم بيحكي عن شغلة الانتماء والانتماء يعني إحنا إيش نعرف الانتماء هل شو أصل أبوي وأمي ولا أنا وين عشت طفولتي اللي دخلت في شخصيتي وتربيت عليها ما هو الوطن أصلاً ما هو الوطن هو الوطن اللي بيعطيني أنا بفتح عيني وبكبر وبشوف فيه وبشوف فرص العمل فيه وبتجوز فيه ولا هو إنه أبوي وأمي شو اللي عاشوا مثلاً هل الذاكرة إلى الأب وهي صغيرة النظرة اللي شافتها العذاب لأبوها هل تعتقد أنه ممكن تنتمي لمكان أبوها تعذب فيه؟ لأنه ما رح تقبل بالخلفية تتذكر تبعتها رح تظل موجودة ورح كل ما تتذكر البلد أو الوطن رح تتذكر هذه اللحظة
هاي ما راح تنمسح، هاي فيها مأساة. يمكن هي لما راحت عملت عاشت بسلام أكثر، عاشت بحرية أكثر، عاشت في فرص مثلا للحياة أحسن، فبالتالي هاي اللي رسخت في الدماغ. فإحنا شو الانتماء؟ شو أصل الانتماء؟ هو وشو أصل أبوي وأمي مثلا؟ أو أنا من وين جيت أساساً؟ أو موقع الجغرافي اللي كان ولادتك؟ شو الانتماء؟ هل الناس اللي تربيت معهم؟ يعني برضو كمان إحنا مفهومنا الانتماء لازم، ليش دائماً الانتماء أنا بحس عند العرب مش موجود عند الأجانب؟ بتلاقي واحد بيروح من بلد لبلد مثلاً بعيش بأمريكا بتبقى حالة أمريكي. إحنا الوحيدين اللي عندنا مشكلة إنه لو بعد 20 سنة أو بلاش بعد 100 سنة والله أنا أصل فلان، أنا من هناك. احنا بدنا نفهم ليش احنا بالذات ننتمي للاصول اكثر من غيرنا. والله سؤالك كثير حلو، انا اصلا حاطاه انه ما هو الوطن وشو هو الانتماء، في اكثر من حدا بده يقول. احكي مختصر المفيد انه تناقشنا في الموضوع قبل. الجواب حتلاقوه عن جد ببساطه بكتاب الهويات القاتله تبع امين معلوف. يعني بختصر لك الموضوع، بقول لك في شيء اسمه هويه ثابته للانسان، هو خليط من كل إشي مرق عليه، خليط من أصله وأصوله، خليط من البلد اللي عاش فيه، بالبلاد اللي عاش فيها، خليط من الكتب حتى اللي قرأها، خليط من الناس اللي عاشتها. هي هاي كلها بتختصر إيش هو هذا الشخص، إيش هويته. وبالتالي هلأ موضوع الانتماء يمكن أكبر شوي، بس أظن إن هذا الكتاب بتخيل إجابة شافية. شكرا سلمى عشان اقترحتي عليهم انه الجواب موجود بالهويات القاتلة. طيب احنا اليوم هلا ما رح نقرا كتاب الهويات القاتلة. الحضور ايش رايكم؟ شو هي الهوية؟ شو هو الوطن؟ شو هو الانتماء؟ كيف ان نتبع او نلتزم بانتمائك او عربية او زي هيك؟ اول شيء ما هو دور الكاتب هاي او اي كاتب؟ يعني انا تصوري نقل الواقع. انا قبل يمكن 3 سنوات عملوا أخواننا العراقيين معرض الكتاب العراقي في أم ذينة، كلهم رحت أنا اشتريت عدة كتب من هناك، وجدت نوعية من الكتب موجهة 100% فقط، يعني اتجاه معين ماشية وبتنقد فترة أخرى. أنا في رأيي إنه الكاتب يجب أن يكون له موقف، لازم يكون محايد في قضية مثل قضية العراق. لا يمكن تساوي بين النظام العراقي والمحتل الأمريكي، لما كان ما جوش يعطوا ورود للشعب العراقي ولا رسموا جنة للعراقيين، لا بالعكس كان موقفهم سيء، والكاتب يجب إذا ما كان موجه إنه يبين شو دور الأمريكان في العراق. هذا واحد. الشغلة الثانية، إحنا كأمة عربية لو عشنا في أمريكا، يعني أنا بتذكر لما إخواننا اللبنانيين بلشوا في سياسة المهجر من قبل 100 سنة، كان في ارتباط لهم أسري في الدرجة الأولى، بس تأكد تماما حتى في المجتمعات الأوروبية لو رحنا وأعلننا أنه إحنا بنمشي على كل مفاهيمهم ومبادئهم بظل منظرونا كعرب، وما بتقبلونا هناك بالشكل اللي بظل، يعني وجدنا، يعني هذا كان بعد أحداث 11 سبتمبر لما صاروا يشوفوا العربي يميزوا عن، فأنت أصلاً مضطر دائماً تنتمي إلى بيئتك، كانوا بيعتبرون عربي فقط. الدكتور يمكن بده يحتج على ذلك، أنت لأنك أشهر عربية. يعني دكتور موسى بعدين نأخذ مداخلة من آدم، بعدين نعطي آدم بعد دخلت دكتور موسى. ويمكن رأيي الآن بدي أحاول دبلوماسياً بقدر الإمكان. المشكلة ليست في تقبل المجتمع الأوروبي والأمريكي. أنا 15 سنة كنت ساكن في لندن وكنت ناشط سياسياً. المجتمع الغربي عندما يأتي الصيني أو يأتي الياباني أو الفنلندي بيتقبل نفسه كجزء من المجتمع الأمريكي، والمجتمع الأمريكي يتقبله. أما من يذهب إلى المجتمع الأمريكي ويطالب في مدرسة خاصة وطعام خاص ومبنى خاص وبيئة خاصة ويحاول قدر الإمكان أن يميز نفسه داخل المجتمع الأمريكي ولا يقبل بالقانون الأمريكي ولا يقبل بالنظام الدستوري ويعيد، وهذه المشكلة العربية. هذا جواب على سؤالك، حتى لو اعتقدوني بعد ما أخرج لا ما حد، إحنا نقاش مفتوح، نحن ننتمي
وسألة الدكتورة سؤال مهم، هل الانتماء العربي للوطن والهوية أم شيء آخر؟ هو شيء آخر، وهي المشكلة. أنا في أمريكا عندما كنت مواطن أمريكي، بالمناسبة العلمة أنا فزت في مجلس مدينة في الانتخابات وعضو المجلس في المدينة، ما أحد قال لي ما تدخل الانتخابات. لما كنت مدرس في الجامعة في أمريكا ومشرف على رسالة الدكتوراه بالمناسبة العلمة، اقترحت على طلابي بأن تكون إحدى الوظائف والمهام اللي عليهم يعمل تحقيق عن إحدى الدول العربية، واخترت أنها تكون فلسطين. وما حدا جاء في الجامعة وقال لي مش محقق، المجتمع الأمريكي يتقبلك طول ما أنت تمشي حسب القوانين والدستور والنظام. شكرا لك دكتور موسى. في عنا آدم من زوم، تفضل آدم. أكو فد نقطة جميلة ذكرت هنا. شنو نسمع آدم؟ لحظة شوي آدم، نسمع كلنا مشاركة آدم، والمناسبة هو عراقي، وأنا بالعكس أنا حابة إنه هاي الجلسة معانا عراقيين، كون إنه الرواية أصلا عراقية وأحداثها بالعراق. تفضل آدم. نقطة جميلة ذكرت في موضوع شنو تعريف الانتماء والهوية. في السويد أكو صحفية مشهورة، هي فلسطينية الأصل وزوجة سويدي، ففد يوم سألوها في مقابلة على الراديو، أنت كيف تعرفين أبنائك هل هم فلسطينيين أم سويديين؟ فقالت جواب كثير احترمته، قالت هو هل هذا يعني يا أما هو يكون فلسطيني يا أما يكون سويدي. الإنسان ممكن يحمل الهويتين في آن واحد، هذا هو كان رأيها. بصورة قانونية لو نشوف انتمائك لوطن حم يعني أنه أنت تحمل جواز في بلد كمواطن، يعطيك حقوق البلد يدافع عنك إذا تعرضت إلى مشكلة، وكذلك يفرض عليك واجبات تدافع عنه، تدفع ضرائب، تلتزم بقوانينه، أنت ملزم قانونيا. أكو تعريف في معنى أنه أنت تنتمي إلى وطن معين، هو عقد تقريبا ما بين إنسان ومجموعة من الناس، وهذا الشيء الإنسان ممكن يبرمه، وكذلك ممكن أنه في حالات معينة، وهي حالة معروفة أنه واحدة رئيسة شركة ثرية بالسويد على متخلص من موضوع الضرائب بضابط ببساطة راح تقدم الطلب التنازل عن جنسيتها السويدية، هي سويدية تنازل عن جنسيتها السويدية على مود ما تدفع الضرائب المفروضة عليها من ذاك البلد. فالجزء القانوني كثير احترمه في النظرة لموضوع المواطنة، مو هذا ضد الآخر، إحنا الفكرة تفرض علينا فصيغة قانونية نتعامل معها. هذا هي فقط المداخلة اللي حبيت أذكرها، شكرا. يعطيك العافية. يعني أنا بفهم إنه بطلع الإنسان اللي هو ولد في مكان معين وأخذ جنسية بلد آخر، كأنه اللي فهمته إنه بطلع بهوية جديدة أو هوية كأنها ميكس، دمج بين هويتين. هاي هوية جديدة ولا هوية كوكتيل مخلوطة ولا؟ تفضل. تفضل حمزة بعدين. أنا مش عارف ليش إحنا خالقين أو خلال النقاش عم نخلق كونفليكت ما بين البلد اللي أنت ولدت فيها وعشت فيها طفولتك مثلاً والبلد اللي اكتسبت جنسيتها. ما في يعني ما أعتقد إنه في هناك خلاف أو كونفليكت بين هدول الأمرين. بكل بساطة يعني أنت البلد اللي عشت فيها هي جذورة وأنت تنتمي لها لعدة أسباب، يعني في كثير أسباب. من ضمن الأسباب مثلاً اللي فضلت فيها زينب خلال كتابها بأنه كانت تحكي شعري وأبوها، وهذا خلق عندها حنين ونوستالجيا لما راحت على مدرسة الرهبات وتذكرت طفولتها. شو المشكلة يعني؟ وبعدين لما أخذت جنسيتها العراقية ولجأت للبلد والبلد اللي أعطتها وضمتها وحمتها وعطتها جنسية وعطتها وظيفة وملتها عمل، عرفت يعني شو المشكلة فيهم؟ يعني شو ليش يعني ليش يكون في خلاف؟ هي بتنتمي بتحب العراق وبتنتمي للعراق كونه جذورها وكونه طفولتها، وفي عدة أسباب تخليها تنتمي للعراق، وفي عندها عدة أسباب تخليها تنتمي لأمريكا أو البلد الآخر اللي هي رحلت له. فلا ما بعتقد أنا، بس هم العراقيين نظروا لها زي جدتها ومثل مهيمن نظروا لها إنها خائنة. يعني أنا فاهمة كأسيل، أنا فاهمة وجهة نظرك، بس عم نحكي بالرواية ما نظروا لها والله هي ترعرعت في أمريكا واستفادت من أمريكا. بعدين هل زينة لو ما أخذت راتب مجزي أصلا
راتب راح يحل لها مشاكل اخوها المدمن، حكت راح يطلع لي سياره وراح ننتقل لحي ارقى وراح ادرس اخوي وراح انقذه من الادمان وراح كل مشاكل اهلي. يعني هي امريكا كمان بالنسبه لها على قولتك وفرت لها لقت لها حل، خلتها تنتمي وهي طلعت مع العراق لانه ابوها تعرض للتعذيب. فوحده بهيك عقليه هل حيكون، انا السؤال يعني انت ما اوكي العراق هو حيكون ذكرياتها وطفولتها واوا بس اللي فادها يعني ما نكذب على بعض امريكا، يعني ما بدي احكم يعني بس انه اللي فادها فعليا يعني هي امريكا. صحيح عشان هيك كانت تزعل على رفاقها كمان من قتله. مزبوط. وكانت هذا الحوار اللي دار بينه وبين مهيمن. انا برايي هذا انه يعني المفروض يكون منسجم مع بعض بس ما هو ما عندنا تقبل، احنا عندنا ما في تقبل بيختلف من انسان لاخر. ولا جدتها ولا جدتها ولا مش عارف ايش مش متقبل هذا الموضوع، مش متقبلين من جيل قديم لانهم عمالنا نختلف على الموضوع عرفتي؟ صحيح. يعني ممكن بس هو الأصل أنا برأيي إنه يكون في انسجام ما بين الأمرين، إنك تكون أنت بلدك اللي تنتمي لها واللي بتحبها وبلدك اللي استقبلتك وعيشتك. ما في مشكلة. يعني هو الأمر مش أبيض يسود. يعني يكونوا منسجمين مع بعض، مفروض يكونوا منسجمين مع بعض ما يكون في حتى بينه وبين نفس الواحد أي كونفليكت إنه لا والله أنا ما بحبش بحب هاي أو ما بحبها، مفروض يحب التنتين. فيش شيء اسمه مفروض. يعني أو متنوع خلال. في عنا أسيد. عشان الدور. مين؟ أستاذ بعدين أسيد بعدين عنا تنين. خلاص أوكي. ناش. عرفنا عن نفسك بس. أهلا. باختصار شديد فكرة الانتماء المجتمع العربي يعني معانا ولا معاهم؟ احنا للاسف عندنا بمجتمعنا انت معنا ولا معهم، انت منا ولا منهم، انت منينا حتى يعني في عندنا تعابير عامين وانت من وين يعني حتى بدهم يعرفوا انت حتى لو كنت من بلد معين بده يعرفوا من اي بلد ومن اي مدينه ومن اي قريه ومن اي شارع. هذا هو وين صح وين صار فكره الانتماء في الواقع العربي فيها تخلف كما ننسى الحقيقه هذا الكميه الابتداء الإنسانية بالمجتمع. رقم اثنين، هل الانتماء مقرون بالمكان والوقت؟ هل احنا عندنا هون مقرون جغرافيا؟ كثير انا من الناس اللي راح اعكس كلامي اللي عاش في مجتمعات غير المجتمعات العربية في امريكا في المزنة في كذا. كنت دائما اشوف الانتماء احاول الحظ. لاحظت الانتماء قد تكون مختلفة، لاحظت الانتماء هي في المواطنة الصالحة. الشخص اللي ما دخل بالشارع، الشخص اللي ما بيكسر التلفون، الشخص اللي ما بيكسر القانون، هذا هو الانتماء. أما إذا إحنا بنروح لناخذ القول باستخدام الشعارات وكذا ما راح نتعلم. يحضرني الآن أسمع يعني مش أنا أذكر شخص واحد ولا أسمع شيء شميل أو عاطل من وقفة تنام قصاص الاحتلال. هذا انتماء ولا مش انتماء؟ انتماء طبعا. انتماء وهي امريكيه افكار. انتماء وهي امريكيه. اذا شو الدرس من هذا؟ وفي اصوات ما بدنا نذكر انه قاعده تتحلل ويجوز ولا يجوز. انتماء للعائله بالضبط للقيم الانسانيه عشان اسمعوا لي كمان دقيقه واحده بس اللي هي موضوع الكتاب. انا حاولت اني اقرا الكتاب من الاجل عشان تكون شرحت تعرف بس ايش كان انا قرات 87 صفحه من الكتاب. كثير مرات أنا بقول إنه الرواية لازم تكون لها أفكار. أنا مش ناقد، أنا شخص قارئ متواضع. بس أنا لاحظت الشغلة إنه في الشوارع داخل اللي يستفز القارئ في استمرار. لاحظت إنه الكاتب أسهل في السرد والتكلم عن إنسان آخر. ايه قلت له انا وصلني هذا الشعور. انا على فكره الجزء الثاني من الروايه تمشي فيه اسرع يعني انت استنى شوي بتصير الاحداث بالذات لما تروح لعمان وكذا وعن نيجي على الخاتمه بتصير الاحداث تشدك اكثر. صحيح صحيح. يعطيك العافيه وسيد. يعطيك العافيه. بالنسبه لموضوع الهويه طبيعي موضوع الهويه اعتقد في دول حلت زمان في شيء اسمه المالتي كالتشرزم يعني مثلا مثل كندا هذا الامر بتروج له انه تعدد الثقافات. انت عادي تيجي عندي مواطن عربي عندك ثقافه عربيه احنا بنتبناها ما بنعادي الثقافه العربيه ما بنحاول ان نزرع فيه ثقافه اخرى. فهذا الموضوع يعني في بعض الدول الاسكندنافيه وكندا خصوصا اعتقد امريكا تم تجاوزه. هسه انا كنت شخصيات عربيه تحدثت عن تعدد الهويه مثلا ادوارد سعيد معروف كتابه خارج المكتب
وافكاره كلها عن تعدد الهويه، فهو فلسطيني، هو امريكي، هو عربي. وذكر هذا الكلام كثير وتاثر فيه محمود درويش. محمود درويش بنعرف برضه تبنى افكار ادوارد سعيد في تعدد الهويه، يعني مثلا قصيدته معروفه سجل انا عربي ورقم هويتي 50,000، فهنا هو بتبنى الهويه العربيه. طبيعي في قصائد اخرى يتبنى الهويه الوطنيه الفلسطينيه. في قصائد اخرى يتبنى الهويه الانسانيه، طبيعي هاي اللي حكى فيها ادوارد سعيد، انه انا قبل ما اكون عربي او قبل ما اكون فلسطيني انا انسان. انا انسان. فهي الهويات لا تتعارض، يعني في قاسم مشترك، ممكن في اجزاء تتعارض، لكن اكيد بشكل لا خلاف عليه انه هنالك دائما جزء مشترك في تعدد الهويات، وهي ظاهره صحيه وليست ظاهره سلبيه يعني. لكن اللي صار في الروايه، نرجع للروايه عشان ما نحكي بشكل عام. الروايه في وطن وفي محتل. يعني احنا شوي الوضع العراقي الامريكي مختلف. حسيت الهويه وكانها غطاء. حسيت الهويه وكانها غطاء، حسيت مو الموضوع الرئيس هو مشكله في الهويه. الموضوع الرئيس انا شفت مشكلتين، المشكله الاولى الاكبر اللي هي وظلم ذوي القربى اشد مضاضه على النفس من وقع الحسام المهندي. هاي عائله تعرضت لظلم. فهذا الظلم سبب في نفسها أسى وألم، فعملية إنها ترجع على العراق كمترجمة ممكن إنه يكون في نوع من الانتقام، إنه أنا هذا النظام أساء لي، أساء لوالدي، فأنا عاد لينتقم. لكن أخذ هذا الأمر أخذ شكل إنه عندها صراع هوية. الموضوع الثاني إنه موضوع المال. هسا طب لو كان المعاش يعني غير مجزي، كان المعاش هو 97,000 دولار أمريكي في السنة، فهذا يعني أساء لعاب كثيرين. وكأنه موضوع الانتقام من نظام سابق، وكأنه الموضوع المادي يعني أخرج إلى السطح موضوع الهوية، إنه أنا أمريكي وبدي أخدم أمريكا وما عندي مشكلة وبدي أروح على العراق، وأنا من هذا الكلام. فحسيت أنا وكأنه موضوع الهوية يعني كان في الدرجة الثانية، الموضوع اللي بالدرجة الأول هو انتقام من نظام سابق أساء إلى هذه الأسرة وأدى إلى تفككها، يعني الأب والأم انفصلوا والابن أصبح مدمن مخدرات والجد بقيت في العراق. حتى أبناء الجد، بدي أضيف شغلة من المال قرأ الرواية، حتى أبناء الجد قالت في ناس بنيوزيلندا وناس بأمريكا وناس بالأردن وناس كذا، وهذا فعلا وهذا حال العائلات العراقية اللي هي تغربت، ومش بس العراقيين يعني هذا الشيء كل المعروضة مأساسية أكيد طبعا. نعم، فهو أنا هيك حسيت إنه الموضوع ألبس لبوس الهوية، لكن هو في نوع من الألم من الظلم الذي وقع من نظام على عائلة، فهي مو سائلة يعني انها تروح تنتقم او لا. لكن في الاخير طبيعي في كلمه يعني حكت رددت عباره ابوها اخر كلمه في الروايه، انه شلت يميني ان نسيتك يا بغداد، وكان الكاتبه يعني تريد ان تؤكد انه على الرغم من وجود هذا الصراع في الهويه، الا انه زينه او زينه هي بطله الروايه في الاخير تقرر انه العراق هو جزء منها، عشان هيك رفضت ان تاخذ تذكارات. يعني احنا بجوز نسافر على مثلا على تايلاند نجيب تذكارين لانه مش راح نرجع، لكن هي رفضت ان تاخذ تذكارات لانه هي العراق موجوده فيها وفي داخلها. عفوا، معانا مداخله من رائده. رائده تفضلي. طيب بالنسبه لعنوان الروايه، الكاتبه قالت الحفيدة الأمريكية، فهي أقرت وأنهت موضوع تشتت الهوية، بحيث إنها هي ما قالت الحفيدة الأمريكية أو الحفيدة عفواً العراقية أو ما أي مسمى، هي أقرت منذ اللحظة الأولى بأحادية الهوية، أقرت بأحادية الهوية وليس تنوعها. هلأ تعقيباً على ما ذكر، هل الهوية حتى أنا أنتمي لمجتمع جديد تعني الذوبان والانسلاخ التام من الجذور؟ هذا سؤال. هل أنا مطلوب مني إذا أنا رحت على مجتمع آخر إنه ممنوع علي أطلب نوع أكل معين، أو ممنوع علي ألبس لبس معين؟ طب هذا سؤال بيطرح نفسه، معناها إحنا عم نحكي عن مركزية هوية واحدة، وهذا كمان شغلة غريبة. الأمر الثاني، هي لم تأتي في سياق مجتمع مدني، يعني هي جاءت ضمن قوات احتلال. هلأ مقاومة نظام غير عن احتلال بلد،
وهاي نقطة كتير مهمة. هي بالرواية حكت إنها شاركت بعمليات مداهمة وكانت هاي العمليات في وصف الكاتبة نفسها عمليات لم تخلو منها العنف، وكان فيها إهدار لكرامة الإنسان. وكان هي من واجبها أن تترجم حتى بحرفية ومصداقية. بس هي كانت تلبس الزي العسكري، هي تلبس الزي العسكري. كانت تحكي إنه لما إجت جدتها ما رضيت إنها جدتها تشوفها بالزي العسكري، واضطرت إنها تروح تخلع البزة العسكرية، وطلبت من جدتها تدخل، وبعدين في غرفة الحراس قابلتها باللبس مدني. فهي إذن هي جزء من منظومة عسكرية. احنا بناخذ الحدث يعني خلينا ننزع عشان ما نحكي بس. انت بتقولي وضع زينب بالروايه يختلف اكيد عن اي وضع شخص اخر عنده هويتين. هي رجعت على بلدها غازيه محتله. في كمان هل كانت معاناه زينب بالهويه وتشتت الهويه في الولايات المتحده بالدوله اللي هي اقامت فيها؟ هي ما كانت عندها مشكله في الولايات المتحده، بالعكس هي اقامت علاقه عاطفيه مع احد سكانها، وهاي العلاقة كانت مستقرة. هي كانت مشكلتها لما رجعت غازية. فأنا الإشي اللي بدنا نهدل، لو أنا بدي أجي أحكي عن فكرة الرواية، مش عراقي رجع على العراق وعنده مشكلة بإنه الآخر يتقبله أو ما يتقبله. إحنا في خصوصية هاي الرواية كان مشهد قدوم زينة كجزء من جيش احتلال، جيش احتلال بغض النظر شو كان أصلك وشو موقفك من هذا الأمر. في شغلة أنا كنت حابة يعني أعرج عليها سريعاً بديش أخذ. ما لاحظت من بعض المداخلات هناك نوع من جلد للذات لإلنا إحنا كعرب. هل إحنا بس اللي فعلاً عنا انتماء لهويتنا؟ هل إحنا بس اللي بنضلنا نتذكر هويتنا؟ يعني معقول كل هالأمم وكل هالجنسيات كل هالبشر بس إحنا الوحيدين اللي بنتذكر هويتنا؟ رواية كيف ترضع من الذئبة دون أن تعضك ناقشت هذا الموضوع، ناقشت كيف في المجتمع الإيطالي، وبتحكي عن مجتمع المهاجرين، حكت كيف الإيطالي نفسه الشمالي من نابولي، من عفوا إيش نسيتها، اللي هو من شمال إيطاليا، بنظر من ميلان، بنظر بالاحتقار للجنوبي اللي من جنوب إيطاليا وبنفي عنه صفة الإيطالية. كيف العربي مثلا بنفي عن الثاني صفة الإنسانية. يعني قصة وكيف كل واحد بيكون حريص على إظهار بعض الصفات اللي بتخص المجتمع، سواء في اللبس، في المأكل، في الشرب، في أسلوب الحياة. فأنا بس هاي نقطة إنه الأحكام التعميمية إحنا بس العرب، ما يعني مش حباً في العرب، بس حتى إنه نكون شوي يعني نمشي على خط إنه نناقش الموضوع بعيداً عن جلد الذات. وشكراً. شكراً رائدة لمشاركتك. معانا دينا الطاهر. مرحبا جميعا. مرحبا، اهلا دينا. دينا انت نص عراقيه بس عشان الباقيين ما بيعرفوا بالضبط. يعني هي هلا انا الحقيقه السؤال بخصوص الهويه بالنسبه لي يمكن اقدر اضيف فيه، لانه انا مثل حي للاختلاط الهويه من ناحيه نص فلسطينيه نص عراقيه، سنيه من والده شيعيه، سكان السعوديه، سكان الإمارات، سكان نابلسية كمان، يعني كله خلطة نابلسية. يعني الخلطة بكل ما تعني كلمة خلطة من معنى. فأتخيل ما في شيء ممكن أي حدا يقول عنه أنه هو أحادي الهوية، لأن حتى اللي بيكونوا مولودين من أم وأب من نفس الجنسية، أو اللي بيكون عايش حياته كلها ببلد واحدة وبعدين ينتقل على بلد تاني، أو مثلاً يتغرب على بلد تاني، بيقدر يحكي إنه هو أحادي الانتماء. لأنه بالحقيقة حتى الدول اللي إحنا عشنا فيها وعشنا على أرضها وأكلنا منها، ما بنقدر نقول إنه إحنا ما عنا انتماء إلها لمجرد إنه معنا جنسيتها. يعني هذا بعيد عن الرواية، بس إنه أي مكان أنت بتعدي فيه وبتاخدي منه كخبرات، أو بتختلطي بأهله وبعقليته وبأكله وبمميزاته،
هو بالنهاية بياخد يعني بيعطي عليكي. هلأ عودة على الرواية، وأنا عم يعني أنا للأسف ما قرأت الرواية، بس يعني كثير حمسوني إني أقرأها الحقيقة، لأنه بتخيل إنه كثير ممكن إني أتفاعل معها، لأنه كثير عندي من قرايبي هم عراقيين أمريكان، فممكن إنه كثير إنه to relate to it. بس هي فكرة إنه عراقية جاية كمترجمة مع جيش احتلال أمريكي جاي على العراق، ما ممكن إنه حدا يأخذ الموضوع بشكل هاي. شيء طبيعي إنه العراقيين يكون عندهم حالة شعور دفاعي ضدها، لأنه ما بعرفوا. أنا عم بسمع هالحكي منكم، تخيل يعني تخيلت الإسرائيلي من أصول عربية، يعني في هدول اللي بيكون عندهم اللي هي بين الغازي والمحتل أو بين الهاي، بيصير في عندهم ساعات تماهي، أو يعني هم نفسهم الاستراجل الداخلي اللي جواهم بيخليهم يتصرفوا تصرفات قد يكون فيها نوع من التطرف، بس حتى يفرجوا إنه هم انتمائهم، يعني إنه كأنهم عم بينفوا تهمة الانتماء القديم للدولة القديمة. ما بعرف إذا عملت أي مداخلة إلها، هاي حاسة يمكن أفكاري مش كتير مرتبة، بس لا واضح، بالعكس واضح. وأنا بنصحك إنك تقرأيها، فيها حوارات حلوة ما بين بتوقع بين زينة ومهيمن، لأنه إحنا من ضمن الأحداث زينة بس تروح على العراق وجدتها بترفضها. يعني فكرة سوري أسيل قطعتك، بس للتصحيح بالعراق ما في عندهم زينة، فهي زينة مش زينة. زينة زينة بالله، احنا عندنا اولاد زينة نستخدم زينة. زوينة زنزونة عندهم زيونة زنزونة. أو عندهم زيونة كمان زيونة منطقة، زيونة منطقة فعندهم منطقة زيونة. زينة كبنت، زينة احنا عندنا ببلاد الشام نستخدم زينة، هم عندهم زينة. زينة بالضبط. شكرا لمداخلتك دينا حبيبتي، وأنا آسفة يعني هاي بس لأنه دانا خبرتني اليوم عنكم، لأن لو عارفة إنه لو كنت مركزة أكثر الحقيقة كان جهزت لهاي، بس بعتذر. مش مشكلة، مرة تانية بتجهزي أكثر، بس أنا بنصحك إنك تقرأيها. شكرا إليك دينا. تفضل معتز. كاتب إنعام وصلت لي رسالة الحقيقة، وهي الوطن كالأم مهما قسد، وبالتالي هذا شعور احنا كأمة، احنا أمة عندنا خصائص، وبالتالي الخصائص هاي تلزمنا بطريقة ما بأنه الوطن كالأم مهما قسد. أبوها لزينة تعرض للأذية من أهل وطنه، حتى من أهل الانتماء الحزبي تعرض للأذية. يعني هاي الأم القاسية، الأم القاسية عندما تكسر على أبنائها بطفش وبيهجوا منها. ذكرتني بقول لأحلام مستغاني، وقعنا في حب أوطان أو جعتنا، يعني عشقنا أوطان ما نال منها إلا الوجع. هذا الواقع. هذا الوجع وين جلد الذات؟ لما أنا بعتبره نقد مش جلد الذات، يعني واحد طفش من أمه من وطنه، فهون يعني خلص صار في حد للتحمل، بطل يتحمل وبالتالي طفش، وبالتالي ما كان عنده خيار إلا يبتعد عن هذه الأم. بس هل يا ترى يستطيع أن يبعدها من وجدانه؟ أكيد ما حصل. أكيد. وعبرت إنعام، عبرت عن هذا المعنى بوصف شخصية الجدة. الجدة شايفة كل شيء وعارفة كل شيء ومعاصرة كل شيء، ومع ذلك الوطن بالنسبة لها كان شيء موجود في الوجدان، ولن تتخلى عنه، ولن تتخلى عنه. وبالتالي يعني هاي رسالة مهمة الحقيقة، قد ما راح الواحد متقرب وجاء بضل الوطن، بضل يسكن فينا، هاي خصائصنا وهي قناعتنا وهي إيماننا. حلو التشبيه، الوطن مثل الأم. دانا أفي يا نعمة أول مين نعمة؟ نعمة. بس بدي أحكي إذا في مجال بعد دانا نحول على المحاور ننهي الرواية. خلص تحكي بالنسبة يعني شغلة الانتماء والهوية، مثلاً إن الواحد ممكن يكون عنده هوية مثلاً أمريكية أو لبنانية أو هويتين، مش مشكلة، يعني ما يكون عنده سياسة ما حدا بيحكي معه، ولا إنه
انت حر يعني مثلا انت امريكي مثلا عندك جنسيه امريكيه مثلا تزور اي بلد ثاني او بلد الاصلي اجازه وهذا ما حدا يعني ما حدا يقول لا وفي كثير ناس زي هيك بينما انه ايمتى هاي تظهر الشغله لما يكون في شيء حرج يعني في اختيار لازم تختار يعني مثلا زي الزينه مثلا او زينه يعني هي زي ما حكت شارك مين انه هي جاي مع غزاة مع ناس مخالفين يعني هذا شيء صعب في خصوصيه يعني حكت بروايه الموضوع مش بس انه خصوصا يعني لما جات مع المحاربين وكانت تروح مع المداهمات يعني عم بتشوف شعبها ويعني العراقية عمالهم ينهانوا وينذلوا يعني هون القسوة هون القسوة هون الشيء الصعب انها المستعدات قررت انها تكون هون او هون وبالتالي بالاخر بالنهاية انها يعني بس تخلص عقدها ما جاش ما لم تجدد وبنفس الوقت برضو زي ما تفضل او يوسف انه ما عقدت ذكريات او شغلة معها للعراق فهي كأنها اختارت انا برأيي انها اختارت انها تضلها يعني زي ما هي هي تقلّضة على ما هو يعني بلدها العراق وأصلها العراق وعيشتها في أمريكا فهي عشان هيك ضلت في إنه ضلت في السفر يعني لا بدها تحارب ضد أهلها ولا بدها أنها تتخلى عن أمريكا عشان هيك لم تجدد هلا رح نختم الرواية أو نيجي على الأحداث اللي دانا بدي أحكي بس هيك دخلة صغيرة هلا كل النقاش الحوار على الهويه هي كيف يعني وتعريفها بس انا شفت الروايه هي بتروح مش لتعريف الهويه هي بتروح لمساله كثير خطيره بالنسبه للاجيال الجديده اللي عم تربوا او بيهاجروا اهاليهم برا وعم تربوا على مش كلهم يعني مش كلهم على تواصل مع اقاربهم في اوطانهم ومش كلهم بيقدروا يعرفوا كل تاريخهم ثقافتهم برضو هذا مش كثير مش التفصيل هذا المهم اكثر من انه يعني انا اسقطت زينة قصه زينة على اولادي انا اولادي في امريكا ويمكن ينسجموا في هالحياه هناك لدرجه انهم يتبنوا فكره المنقذ لديكتاتورية بلادهم والمشاكل اللي بتصير ببلادهم والقضايا اللي بتصير ويتحالفوا بدون شعور بس من منطلق إنساني يتحالفوا مع عدو عشان يدخلوا بلادهم بمسميات إنسانية كمترجمة أو غيرها أو غيرها بالجيش يعني في أجندة مخفية بمسمى أنهم بدهم يخلصوا بلادهم منها دكتاتور مثلا أو من مشاكل معينة هاي النقطة اللي خطرة وبتخوف يعني بالنسبة للجيل القادم في كثير عائلات بيروحوا مع أولادهم وهم صغار فيعني يصير دماغ كامل مش مقصود لأنه طبيعي إنهم يعيشوا في مجتمع يركز أكثر على تاريخ المجتمع اللي هم عايشين فيه فزينة راحت على رجعت على العراق بصفتها رايحة تنقذ أو عندها وظيفة هي شايفة إنها فخورة فيها لأنها بدها تخلص أو بدها تخدم بلدها بس بشكل هو مش صحيح وجدتها لما تحسرت أو حسسوها إنه أنت جاي كعميلة هي لو ضلت في العراق وقاومت النظام أو الدكتاتور أو كانت من الشخصيات النشطة يعني سياسية يمكن يتقبلوا هذا الحكي أكثر من إنها تيجي تتحالف مع عدو بالنسبة لهم وتدخل على بلادها من ضمن يعني تحت مسمى شيء ثاني فهي هي الإشكالية بس هي مش يعني وهنا مرات نسأل هل هاي لها علاقة بالهوية ولا لها علاقة بقضية هذا السؤال وهذا اللي عم يصير يعني حتى إحنا بلادنا هلا بكل هالتعرض للثقافة خارجية كان عن طريق مدارس إن كان عن طريق السوشيال ميديا أو غيره هم كتير عم بتشربوا مبادئ إنسانية وحقوق الإنسان بس هلا صار عندنا مبدأ المواطن العالمي بس بطريقة ملتوية يعني صاروا ومش يعني ما بقول إنه هو سلبي أو خاطئ بس هو مش مباشر في أجندة وهذا الإشي كتير خطير بالذات اللي كمان بيكونوا في الغرب يعني بيكونوا في دول ثانية هلا دول ثانية أكيد في كمان تعامل وفي إلها فضل إنها تعطيهم حقوق بس تعاملها مع بلدها هل بدها تتعامل بشكل شخصي لأنها شايفة قضيتها من منظور عراقي ولا من منظور أمريكي في فرق بس أنا هاي هي المحور اللي أصلا شايفته في الرواية يعني هو شكرا صحيح
شكرا دانا. في دينا ردت كأنها تشارك. دينا رفعتي كمان مرة إيدك ولا بالغلط؟ مظبوط أسيل. لا مش بالغلط، بس كان بدي أحكي شغلي. هلأ بالنسبة للهوية، يعني مثل ما تفضلتوا، هلأ أنت عندك المواطن العربي عم بيكون بين البلد الديمقراطي أو البلد الغربي اللي عم يعطيه حقوق أكتر، وبين بلده الأم اللي هو عنده يمكن الانتماء العاطفي اتجاهها، بس بنفس الوقت عم بيكون في نوع من الانسلاخ بينه وبين هالوطن الأم، عدا عن الكونكشن العاطفي بينه وبينه. طبعا نتيجة ممكن تكون الجذور الأواصر القربة والأهل اللي لساتهم موجودين هناك من أجداد أو كازنز أو هالقصص، بس بنفس الوقت لما بيرجع هالبني آدم لهالأرض الأم أو البلد الأم بيصير عنده شعور عالي جدا بالغربة، لأنه بيكون في نوع من الانسلاخ الفكري التام بينه وبين هالبلد. فهون هذا كمان بيأثر على قصة الانتماء والشعور بالهوية، لأنه هو ممكن زينة تكون عندها شعور بالكونكشن الفكري أعلى مع الأمريكان أو مع أمريكا اللي هي تربت فيها أو اللي أنصفتها أكثر من بلدها الأصلي اللي هي راحت له. فهاي كمان شعور بالانتماء شوي هون كومبلكس، لأنه في كثير فاكتورز بتأثر على هالشعور بالهوية والانتماء. واضحة، وصلت دينا فكرتك. إرهابي، صح صح صحيح. وهذا أصلاً بنلاقيه إحنا أصلاً بالتسميات النظام العالمي. طبعاً يعني. كثير إحنا. آه. صار نص عام نحكي بالهوية ونسينا الكلام. آه. هاي بدها ترجع الرواية. هلا إحنا نجي، إحنا يعني هو هذا محور مهم صراحة. هي أصلاً رواية يعني بتقوم على فكرة الهوية والانتماء واوا. فنيجي على خاتمة الرواية، إنه إحنا وين وصلنا بالأحداث اللي ما قرأ، بس عشان يتذكرني. إنه إجت رجعت زينة مع الجيش المحتل، وجدتها واضح من نقاشاتنا إنها رفضتها. بعدين بعد ذلك جدتها بتعمل عملية في عمان، فهي بتنزل على عمان وحتى ما بتخبر حدا، إنه هي بفكروها عراقية مغتربة، ما حدا بيعرف أصلاً إنه هي بتشتغل بالجيش الأمريكي في العراق. بتستأجر شقة في دار غبار وبتقوى علاقتها مع مهيمن. بصير كتير في حوارات، للي ما قرأ الرواية بصير كتير في حوارات قوية بينها وبين مهيمن، لأنه مهيمن هو كأنه جزء من الجيش المهدي لتحرير العراق. يعني مهيمن هو مفروض عدوها، ومهيمن ما كان يعرف انه هي بال أخوها بالرضاعة. وبعدين هي وقعت في حب مهيمن، ومهيمن قالها انت يعني ما اكيد انت اختي في الرضاعة، وانت مسيحية يعني من دين اخر، وغير هيك اصلا انت اختي كمان في الرضاعة. هي في مقطع من رواية من الرواية انها لا تعترف بهذا الحليب الذي رضعته من طاووس، يعني انه امها كانت مصابة بالتيفوئيد، ففي فترة ما طاووس اللي هي أم مهيمن رضعتها، فهي غير معترفة أصلاً بأنه هو أخوها بالرضاعة. اللي خلت اللي بحثتك هاني. بالضبط بالضبط. فهاي كمان محور تاني، أنه هو أكيد هو مقتنع أنها أخته، رغم أنها شعرت أو أشعرونا في بعض محاور الرواية أنه هو حبها أو لسعته الغيرة لما جابت له سيرة كالفن. ووصفت كمان لما هي رجعت في أمريكا أنه كالفن أنه ما طلع لها على المطار، يعني حسسها كأنه هي غايبة كم من يوم كانت بمدينة ثانية. فما نوعا ما كان في كأنه مقارنة بين حب الرجل الأمريكي وحب الرجل الشرقي أو العراقي. فهي كان أكيد الحب الشرقي كان ملتهب أكثر أو كان عاطفي أكثر، بينما كالفين حسسها نوع من قالت هي علاقة مريحة، أنا عارفة شو بدي وهو عارف شو بده، ودائما ماسك البيرة يعني. فكان نوعا ما وصفت كأنه اللي هي الشخصية الأمريكية، أو إحنا زي مين حكى انه هي الروايه كان فيها نوع من التمنيط. ففعلا احنا عندنا هيك انه الرجل الامريكي رجل غير غيور، رجل غير مبالي، ما طلع على المطار حتى كلف نفسه انه يجيبها، بخلاف مهيمن اللي كان معها ومرافقها طول الوقت. يعني في حتى الكاتب انه العربي او الشرقي اللي يكون في عنده نوع من الشهامه الغير موجوده، ممكن والسلطه والحمايه اللي هي الانثى اصلا الانثى بتحب هذا النوع من الحمايه يعني اكيد والاخلاص صحيح. بينما كالفن ما بنعرف، ضلها انه تبعت له ايميلات ويرد عليها وكذا، كان علاقتهم نوعا ما علاقه بارده او علاقه خلاص انا عارف شو بدك وانت شو بدك. هو ما كان مخلص اكيد يعني اثنين انهم مش مع، لانه طمنا حتى العراقي
وكان من الأمريكي الاثنين ما كان ما هو العراق مهيمن ما يعني ما في مستقبل اصلا لهي العراق العلاقه حتى قوه نهايه صريحه فيها على هذا الوضيحه بس شو صار يحكيها انه بطلنا هي اختي صريح فيها بشكل نهائي ما هي جايه من امريكا من العدو من هذا الجيش الامريكي فبالنهايه انه خلص وهو ما في خلص هو نظرته لإلها إنه هي أخته وهي مش ماكر أخته يعني لغاها وبرضه هي كمان مهيمن عرف بعدين إنه هي بتشتغل بالجيش العراقي لما شافها بعزا جدتها لما توفت جدتها نيجي لها بالضبط يعني أي نقاش بروح عليه للأسف أنا بحكي على جيلي ويمكن لحد جيل آخرين إحنا الجيل هذا المسكون بنظرية المؤامرة يعني تشبعنا عن طريق الأحزاب وعن طريق الثورة الفلسطينية وعن طريق القوميات وبعث العراق فأي حدث مسكونين في نظرية المؤامرة حتى لما علقنا هلأ لما علقنا بطريقة غير مباشرة علقنا متخذين موقف ضد زينة بس لأنها إجت مع الجيش الأمريكي أنا في سؤال بطرح لو رجع الزمن في زينة وفي أبوها هل بتاخذوا نفس القرار؟ أنا بقول لو رجعوا 100 مرة راحين بتاخذوا نفس القرار. أنا كنت في بغداد بال 2002 رحنا مع أحزاب العربية قبل اجتياح بغداد بشهرين رحنا مع الأمم المتحدة مشان نعمل اعتصام. كنا نازلين في فندق الشيراتون الفلسطيني اللي صار القوات الأمريكية فيه. أنا عشت بالعراق وبعرف العراق، بعرف عز العراق، بعرف الشعب العراقي، عدت سنة في العراق. كان في واحد على باب الأسانسير أنا كان الدينار العراقي اليوم ما كثير رخيص إحنا 20 دينار اليوم فأوزع أوزع بس أجي عند تبع الأسانسير هذا ما يضل معي دنانير فمرة بقول أنت بتعرف من كلثوم يا معوض والله بحبك قال ما سمعت أغنيته أنا بانتظارك مليت خليت يعني هيك حكاية أنا لأني عشت العراق شفت خير العراق وكنت في موقع يعني خالط الحركات السياسية كيد ولا فصرت أحكي معه لما أمن لي يعني أنا بدي أربط الحدث هذا بنظرية المؤامرة المخفية هذا الإنسان القومي البعثي العربي اللي حارب أبوه في فلسطين وحارب أبوه في جنين زي ما الرواية رحمة هذا الإنسان العربي بحكي لي بالحرف الواحد حكى لي جملة واحدة ولا يعني أنتوا يعني الأمريكا بدها تيجي بتخلصنا قال لو بيجي شارون يخلصنا من اللي احنا فيه احنا بنقدر فانت بدك تفهم يعني انا الحكي هذا حكيته معلش طولت شوي حتى تفهم الروايه وتفهم الدوافع وتفهم الحاله النفسيه لابوها ولامها ولاخوها ولمهيمن ولطاووس بدك تفهم الوضع اللي كان فيه الشعب العراقي وضع الكوبونات و6 ملايين دولار ست ساجين حطتهم بالقصر وهو واخوانه مهيمن مدينه الصدر مش لاقيين ياكل، ستها بتبيع الذهب تبع العضله مشان تعالج ام حيدر والقصور اللي دخلتها السمك وصفتها بحيرات البجع والبط اللي تحول هذا الحكي هذا مستنقعات متحالم اي قوميه واي انتماء واي هويه طز فيهم كلهم اذا انا بدي اعيش الواقع هذا مدلول بوطني شو هالهويه؟ لا انا مش هويه امريكا انا بقبل هويه اسرائيل ما بدي احدد مني ما بدنا نتكلم يلا أسيد احنا معلش بدنا نحاول نختم تفضل أسيد اخر شيء بس دقيقتين هيك دقيقه واحده حابب بس الروايه نفسها تعير نفسها الى النقد التاريخاني الحديث نيو هيستوريسيزم نحكي شوي بالنقد خارج نطاق الانطباع النقد التاريخاني الحديث يختلف عن النقد التاريخي اللي هو المتعارف عليه، النقد التاريخي يعتبر انه يوجد تاريخ رسمي تقره الدوله وبناء على هذا التاريخ الرسمي الذي تقره الدوله بتم دراسه الروايه، هلا النقد التاريخاني الحديث بيعتبر انه في تاريخ غير رسمي تاريخ الاقليات نسمع مع بعض النقد التاريخاني الحديث يقول انه في تاريخ غير رسمي بتقدم الطوائف مثلا او الاقليات في المجتمع فهي الروايه كما نرى احنا تنطق بلسان كلدانيه واشوريه
بتقدم تاريخ للعراق. تاريخ يقسم مقسوم الى ثلاث مراحل. المرحله الاولى اللي هي مرحله العراق المملكه العراقيه الهاشميه. المرحله الثانيه مرحله عبد الكريم قاسم. المرحله الثالثه هي مرحله حزب البعث. فهي الرساله يعني في احد الرسائل اللي انا وصلتني من القارئه من الكاتب انها هي تعتبر انه التاريخ الجمهوريه مش الجمهوريه تاريخ المملكه العراقيه الهاشميه هي افضل الفترات الزمنيه التي كان فيها العراق، ويرمز الى هذه الفتره بالبذله العسكريه تبعت يوسف اللي هو جدها زوج رحمه. فدائما هذه البذله العسكريه كانت دائما تظهر معانا في الروايه، وهي ترمز الى فتره المملكه العراقيه عندما كان الهاشميين يحكموها، حكمها اول الملك فيصل، بعدين الملك غازي، بعدين فيصل الثاني تحت وصايه عبد الاله اللي هو قاله. فهذه الفتره كانت ذهبيه بالنسبه لها، وشفنا انه ما فيها مشاكل، وشفنا انه جدها كان مبسوط وان الامور كلها تمام. هسا عبد الكريم قاسم بده يعمل انقلاب، طلب من جدها انه يساعدهم في الانقلاب على الهاشميين. رفض الجد. فكان ما عاقبوا عقاب شديد عبد الكريم قاسم، برضه كان بسموه ابو الفقراء او ابو الغلابه. فهو لا شغلوا في السكه الحديديه، اخرجوا من الجيش وشغلوا في السكه الحديديه. اذا كان وضعه برضه مش كما هو يامل ان يبقى في الجيش، لا كان وضعه مستقر. المرحله الثالثه لما اجوا البعثيين انه لما علق على انه نشره الاخبار طويله تم تعذيبه وضربه فخرجوا من الجيش. تكسير اسنانه وتطبيق. فهكذا بنشوف ثلاث فترات زمنيه قدمتها الكاتبه. وذكروا برضو من خلال احداث الحرب الايرانيه وحرب بعدين هي بعدها فتره غزو الكويت يعني كلها. فهي يعني نستطيع ان نخرج برساله انه سنوات العراق الزاهره الكويسه الحلوه هي كانت ايام المملكه العراقيه القياده الهاشميه. وشكرا. عفوا. هلا في سيد انت عم تحكي تذكرت مشهد بالروايه وانا حابه اختم فيه وهو بيجي بالنهايه اصلا. إيه لاحظت كيف الجدة محتفظة ببدلة الجد وكان كل يوم عيد الجيش ذكروه إنه يوم عيد الجيش يطلع البدلة ويكويها ويلمع الأزرار واوا. زينة لما رجعت من العراق من ما جددت العقد. زينة قعدت من 2003 لا كأنه لا ل 2008 ولم تجدد العقد وعادت في أمريكا في بمارس 2008. شو عملت بالبدلة؟ كبتها بالقمامة. طب هذا رمز. لو احنا قلنا اكيد انه الروائيه كانت محايده، بس ليش يعني ليش ورجونا انه زينه كبت البدله في القمامه وما اخذت تذكارات من العراق واختمت الروايه ب بدلتها الامريكيه مش البدله بدلتها هي ولم تزرع في الخوذة اي زهور لانه لا ينبت فيها زهور يعني هي هيك حكت ورجعت بوجع يعني زينة التي ذهبت إلى العراق لم أنا برأيي ما لقيتها هي زينة اللي رجعت يعني هي عادت ولكن كأنها لم تعد يعني أنا هذا وصلني من الكاتبة. وآخر إشي ختمت بعبارة أحكي لكم إياها أقول مثل أبي شلت يميني إذا نسيتك يا بغداد. فآخر إشي هذا هو اللي ختمت فيه الرواية معناه هي الحفيدة الأمريكية لم ولن تنسى بغداد ولم تأخذ أي تذكارات من بغداد. معنى الرواية اللي وصلني بالأخير وحتى من خلال نقاشاتكم إنه الإنسان جذوره مهما ابتعد ومهما اكتسب هويات ومهما ظلم الوطن مثل ما حكى أبو يوسف الأم الوطن مثل الأم مثل الأم القاسية حتى لو ما أعطى له حتى لو ما لقى منه أي مصالح برجع الإنسان حبه أو عاطفياً برجع لجذوره. فالجذور انا بقول ما يعني انا من رايي جذور صعب الانسان يتخلى عنه لانه جذور عاطفيه بينما اي شيء ثاني بيكتسبه المصلحه او هي اللي بتخليه يحب المجتمع الجديد او الماده. عشان هيك زينه اصلا قبلت بالوظيفه لانه الوظيفه كانت مجزيه ماديا. وبالاخير زينه لم تعد زينه من وجهه نظري ولم تنسى بغداد. بحب اختم اكيد بهاي ما بعرف اذا في حدا بيحب يزيد اي شيء او علق الجذور بس بدي احكي انه الكاتبه تعمدت انها تكون طفله يعني انها تكون في هذا العراق في هذا الدور بالعراق لانه لو واحد الولد هناك مثلا اكيد بختلف
أكيد أنت فعلا يعتبر إنه حالة جذوره من هناك ممكن لا مو أنا بتخيل ممكن لا أكيد يعني هذا غير يعني ما مثلا بشكل يعني كليا يعني هيك على جزئيا مش كليا إنه زينة لأنها ولدت في ولها ذكريات أصلا طفولتها وفي 10 سنين خلصتهم بالعراق وحتى عاطفيا ورجوها ان ورجونا انه حبت عراقي فكانت زينه عاطفي انا حسيت زينه عاطفيا هي عراقيه وليست امريكيه رغم انه عنوان الروايه هو الحفيد الامريكيه انا السؤال اللي تعقيب على سؤالك انه طلعت هي راحت على العراق مع الجيش الامريكي وجدتها ما كانت موجوده فهي ما اضطرت انها تحتك باي حدا من العراقيين حدا كثير مقرب لها وبالتالي ما اضطرت تتعرف على مهيمن هل حتكون رده فعلها نفس الشيء ولا كانت وجهه نظرها مختلفه تماما يعني هي بالاخر لا اكيد تاثير الجيش ده وجهه نظر محدده اكيد وجهه النظر الامريكيه راحت هناك شافت وجهه النظر الثانيه اللي هي كانت رايحه زي ما قالت دانا انه هي رايحه مقتنعه انه هي رايحه تنقذ هي رايحه تعمل شيء انساني هناك راح تشوفت وجهة النظر الثانية كيف نظرة الآخر ما راح ترجع مثل قبل أكيد فهل فعليا لو ما كانت جدتنا موجودة ولو ما تعرفت على مهيمن وما تعرفت على كل هذول العراقيين وظلت فقط ضمن الجيش الأمريكي هل كانت راح تكون بنفس التفكير لا أكيد لا. هذا من خلال الرواية أكيد يعني إنه أنا قلت لكم أنا حسيت أو شعرت إنه زينة التي ذهبت ليست هي زينة التي عادت وهذا كان واضح بآخر فصل بالرواية معها وحلت مشاكلها حتى أخوها درس حتى أخوها تخلص من الإدمان ودرس يعني استفادت بس لا رجعت ليس مش زي ما راحت لولا الجد رحمه لعادت كما بالضبط هذا اللي كان هو لأنه كان البركان الوجداني اللي ألمها من فؤالي تحتاني هو اللي جد رحمه الجدة وبرضه كان وصف عزاء الجدة ووصف الكنيسة ووصف المراسم صراحة أبدأ الرواية يعني الروائية كانت وصفاتها بشكل جيد حتى لو ما كانش الجدة موجودة رح تبحث لأنه هي أصلاً يعني هي رجعت على العراق في عندها تصور في عندها هدف براسها فلو ما لقت الجدة رح تلاقي واحدة تانية غير الجدة أو واحدة تانية أو واحد تاني غير الجدة يعرفها على الحقيقة يمكن ما تطلع من المعسكر ممكن بس هي ما جددت ورمت البدلة ويعني واضح يعني أنا في الأخير وصلني شيء مختلف صراحة عندها دافع تبحث فيها عن جذورها وتبحث عن بس عن حقيقتها يعني إلى حد ما يعني أعطيك العافية بس تعقيباً على كلام الأخت اللي بتقول سوري أنا أرجح شوي إنه هي جابوها على ما قرأت الرواية زينة بتقول كبرت في العراق أنا بضلني أقول أنا فلسطينية بفتخر إني فلسطينية أنا فلسطين بسمع عليها من الوالد الله يرحمه بابا آخر عهد في فلسطين الله يرحمه لما طلع درس الجامعة في القاهرة هذا كان آخر عهد في فلسطين منها طلع على السعودية أنا الجيل اللي كبر وتربى بالسعودية بسمع على فلسطين من أهله مثلي أنا هيك بسمع فلسطين من أهلي فلسطين من أهلي يعني أنا لما توفى الوالد والناس اللي في هذه العمر الزمنية بحس إن صفحة من كتاب التاريخ أبعد هم على خدمة فلسطين كبرت بالسعودية بحب السعودية فلسطينية جنسيتي أردنية كبرت بمصر كمان والدتي فلسطينية تحكي مصري ما بتعرف فلسطين كمان زيي فأنا بديك تقولي فلسطينية على سعودية على مصرية كل الكلتشر عندي كانوا يقولوا لنا إنه ليه أنتم ما بتحكوا سعودي أنتم طول عمركم عايشين هناك الوالدة بتحكي مصري ما بتعرف تحكي فلسطيني أبدا أصلا كانت يعني الله يرحمه لما يقولها إنه يضل محافظ إنه لا إنه لازم تحكي فلسطين تقول له الرئيس بتاع بقول لكم الجذور يعني عرفات كل بيحكي مصري بيقول إذا الرئيس بيتكلم مصري أنا أتكلم فلسطيني ليه فأنا كبرت من غير بغض النظر مثل ما هي الأم تبقى الأم سواء تربيتي معها ما تربيتي معها نفسي أروح فلسطين إيش بعرف عنها ولا بس بعرف كبرت إنه أنا بحبها وبس وأنا بعرف عنها ولا شيء وأنا فلسطينية بس ما عمري شفت فلسطين وأنا فلسطينية فبقول لك الجذور يعني الجذور هي اللي بترجع الإنسان هي هالشغلة كانوا أيام المدرسة والدراسة وحياتنا كلها لما يسألوك أنت من وين بالسعودية تقولي فلسطينية معناك انت فلسطينيه اردنيه وكبرتي بالسعوديه قلت لي انا فلسطينيه ضل عندك فخر ب
أكيد هويتكم أمة فلسطين اللي أكيد ما هي بالنهاية الرواية هي الكاتبة كأنها جاوبت. إحنا قلنا هي ما جاوبت بس أنا هلأ مع نقاشكم بلا يعني غيرت وجهة نظري قلت لا جاوبت بآخر سطر صح؟ يعني غير عن جد. الحلو إنه هون بالبوك كلاب نيجي بإشي ممكن نطلع بإشي تاني من خلال النقاش. لا نختم فيكي نعمة في شغلة كثير يعني أنا غضبت بصراحة إنهم لما راحوا على قصر طالب وبعوا الملايين أول مليارات حتى وضع ملايين بالضبط وإنهم طبعهم هم شو بحكوا كل اللي كانوا كسروا لهم البواب وإشي قال يجي يقدم طلبات عشان يعوضوهم فيها فبقول يعني ما من عوضوهم أكيد من المطالب عم ينهبوها من الشعب يعني أكيد يعني أمريكا ما راح تعجز تعوضهم صح ولا لا؟ بدي أشكركم كتير بصراحة. زي ما قلت لكم أنا جيت برأيي وهلأ من خلال النقاش حتى طلعت بأشياء جديدة. هذا اللي هو الحلو دائما يعني إحنا ليش مجتمع أصلاً نتبادل أفكار نتقبل بعض نسمع وجهات نظر جديدة كمان تعرفنا على ناس جداد كمان. فأنا شكراً كتير لكم وشكراً سلمى عشان رشحتي لها الرواية صراحة خلتني أرجع هيك من حمسة يعني يعطيكم ألف عافية وشوفكم أكيد ببنتات تانية. شكراً كمان لجمهور زوم لكل اللي شاركوا معنا اليوم يعطيكم ألف عافية. بدنا نشوف البرنامج بكم تحكي بس دانا شكرا اكيد لمكتبه الاشياء في فيلم هنبعته على جروب الرواد هو فيلم ايراني بيحكي اربع قصص شخص يعني اشخاص تعرضوا ل لنفس القصة يعني ردود فعل مختلفة تجاه مسألة الإعدام أو حكم الإعدام هم اللي لازم يقوموا بحكم الإعدام. فالفيلم رائع أخذ جائزة وجوائز حتى هيبعثكم إياه على إيجي بس واللي عنده نتفليكس ممكن يلاقيه كمان إن شاء الله جلسة الأسبوع القادم أو لا وجود للشر أو للشر هتكون الجلسة على زوم إن شاء الله. أوكي من 7:30 لـ9 التوقيت بيختلف.